كذي. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية. تحياتي لك دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. أهلا بك. يعني بداية، حدثنا عن آخر تطورات المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة. ما مدى إقبال المواطنين وخصوصا في المرحلة الثالثة؟ هو في الحقيقة إقبال المواطنين يعني كان فوق المخطط لي. إقبال المواطنين كان منقطع النظير، الحمد لله. السبع محافظات بتتخطى نسبة المستهدف اليوم بتاعهم فوق ال 150%. كان ثالث يوم في الحملة ابتدينا يعني كملنا تحت أكثر من 3000، سوري أنا آسف، أكثر من 3 مليون وربع مليون مواطن في خلال الست أيام اللي فاتوا على مستوى السبع محافظات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور جلال الشيشيني، نائب مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية.